صنعه الرب فلنفرح ولنتهلل به. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. Christos anesti epnekron thanaton thanaton baptisas episan divnimas izoi vkaris amenos. Messiah qama min bayn al amwat wa wati al maut bil maut wa rahal al hayat lil ladina fi al-qubur. المسيح قام حقا قام. وطبعا تاني يوم عيد القيامة بتحتفل الطوائف يلي بتتبع التقويم الشرقي باثنين البعوث اللي هو طبعا بينطلق من قيامة المسيح بين التلاميذ ثم بين الأمم. تقرأ الأناجيل بكل اللغات. وأيضا الكنيسة المارونية تحتفل اليوم بتهنئة مريم العذراء بقيامة ابنها. ونحن اليوم مع الأب مجدي علاوي رئيس ومؤسس جمعية سعادة السماء سوا من عيدكم. بالوقت ذاته برحب معكم بالأب مجدي يلي اليوم خلص قداسه قداس اثنين البعوث في قرية الإنسان بالمعيصرة كسروان، وكان حاضرها من كل الطوائف والمشارب والأمم وبكل اللغات. يمكن كمان قريوا الأناجيل وهو موجود معنا اليوم حتى نغتني طبعا بهالجمعية اللي هي جمعية رسولية روحية خيرية اجتماعية غير سياسية، طبعا مسجلة وفقا للأصول لدى وزارة الداخلية والبلديات ومرخصة طبعا لبيان العلم والخبر رقم 396 تاريخ 27 أذار 2008. أهلا وسهلا فيك أبونا مجدي، وبدي أقول لك المسيح قام حقا قام. ويمكن عملكم بجمعية سعادة السماء هي القيامة الحقيقية لكل إنسان منا، لأنه الإنسان هو الأساس. المسيح قام حقا قام، أكيد الإنسان هو كل شيء بهالدنيا. نقطة ضعف الله هو الإنسان، لأنه قد ما بحب الإنسان صار إنسان وسكن بالإنسان، سكن بكل الإنسان، بالمسلم مسيحي بالبوذي بالدرز بكل الطوائف بكل البلدان بكل الأسود والأبيض. الله قد ما حبنا ما كان فيه، خلق كل شيء حلو وسلمنا كل شيء حلو. الله مع العدالة مش ضد العدالة، الله مع النظام مش ضد النظام، بس عدالة الله ونظام الله غير. نحن اليوم صرنا نعبد القانون صار أهم من الإنسان، أما هو عمل هالقوانين من أجل خدمة الإنسان. ما كان في شيء اسمه مدمن، ما كان في شيء اسمه منحرف، ما كان في شيء اسمه مجرم قاتل سارق أو معنف أو أي شيء. عدة عوامل خلت الإنسان من يوم الأيام يصير هيك. فكرمال هيك الله خلقنا عصورته ومثاله منشبهه لأنه بيحبنا. فكرمال هيك إذا بنشوف الإنجيل ابن الضال بيقول كان ميتا فعاش وضالنا فوجد. الله بيحبنا كثير. وجمعية سعادة السماء هي اللي كل ضال له مكانته بهالجمعية. هي سعادة السماء هي من وراء السماء ببلش من هون على الأرض، لأن يسوع كان في ضله بالسماء وكان يسوع الله في ما يبعت ابنه ويتجسد كان في يكون بغير طريقة، بس الله بيحب العائلة وكرمال هيك بعته وتجسد من قلب خلال العائلة، لأنه مشروع الله هو العائلة. واليوم ماشي كلنا اليوم عم تكون بعيالنا، المشكلة هي بقلب العائلة. واليوم ما حنا عم بيرحم العيال، الضيقة الاجتماعية، الضيقة السياسية، الضيقة العمل، الوظائف، الهجرة. اليوم نسينا بطلنا نحن عند الله أولاده عندنا باسمنا بعيتنا، بس باليوم بالمطلق نحن أرقام. أنت قلتي وفقا للأصول نحن جمعيتنا وفقا للأصول، يعني حسب إنه وزارة الداخلية نحن مجبرنا نكون عندنا هاي الورقة بوزارة الداخلية. أنا بعتذر أولى ساعة القانون بصير أهم الإنسان، ما بقى بيعنوا لي شيء ابدا. انا مجبور، انا ولا مره مجبور سميها جمعيه، بس انا بقول لهم هي انتم اولاد الله، انتم بيته لله، انتم اجمل شيء بهالدنيا. كنت اي شخص اللي عم يشتغل معك انجيل متى فصل 25 اي 31 42 علمني اشياء كثيره. متى رايناك يا رب سجينا او عريانا او مريضا او جائعا او عطشانا وحذفنا شيء، نحن بعتذر اقول هلا من 3 سنين لليوم حذفنا كنت غريبا ما منحب
كنت غريبة فأويناك، نحن ما كتير منحبزها أنه نساعد الغرباء. من هيك أبونا سوا مع المشاهدين رح نتعرف أكثر على جمعية سعادة السماء بهالروبورتاج. نحن ندعمكم للمثابرة على عمل الرحمة الذي يهدف إلى رد اعتبار الكرامة الإنسانية كثمرة إيمان في المسيح. بهذه الكلمات راسل البابا فرانسيس الأب مجدي علاوي. عندما نقول الأب مجدي علاوي نقول سعادة السماء، ولأن سعادة السماء تعني له الكثير نقلها تطبيقا وعملا وجهدا، ولأن السعادة لا تعرف الحدود ولا الدين ولا الطائفية، ولأن السعادة لا تعرف لونا أو عرقا أو إثنية، فإنها ولا شك تطال الإنسان كل إنسان. ولأن الأب مجدي عرف هذا السر العميق في داخله عكسه على مدى سنين طويلة من التعب والجهد والكد والكدح والمثابرة والصبر واحتمال الإهانات من هنا وهناك، فخاض حروبا ضروس ضد معوقات الشر التي رسمت له الفخاخة والفخاخ، فانتصر عليها باسم المسيح القائم. ولأن مسيحه قام فهو لابد أن يقوم، ولأن مسيحه غلب الموت فلابد له هو أيضا أن يغلب الشر وينتصر عليه، وهكذا كان. الأب مجدي علاوي من مواليد سنة 1970 في مدينة البترون من أبوين مسلمين من الطائفة السنية. تعرف على الدين المسيحي بعمر 9 سنوات، واقتبل العماد بعمر 11، وحصل على المناولة الأولى بعمر 14، وتزوج في 20 من تشرين الأول من سنة 1995 وله 4 أولاد. تقدم من سر الكهنوت ليصبح كاهنا أبرشيا بحسب طائفة الروم الملكيين الكاثوليك في 10 نيسان سنة 2005. لو منعرف نحب محب الرب ما كان في لا إرهاب ولا قتل ولا إجهاض ولا سرقة ولا فساد ولا أي من يحزنون. بدأت فكرة جمعية سعادة السماء تراود وتدغدغ فكر الأب مجدي باكرا جدا، إلى أن حقق حلمه سنة 2005 بعدما باع منزله في بلدة عمشيت واشترى له قطعة أرض في منطقة المعيصرة في نهر إبراهيم ونصب فيها خيمة، إلى أن نال العلم والخبر من الدولة اللبنانية سنة 2008 حيث بدأ باستقبال المدمنين على المخدرات والذين يصفهم الأب مجدي بالمجروحين والموجوعين والمحتاجين إلى اهتمام، مؤكداً أن كل الشباب الذين قرروا الإقلاع عن الإدمان لم يفعلوا ذلك حبا بأنفسهم أو رحمة بما يحل بهم، بل لأنهم لا يريدون أن يعذبوا أهلهم ويشعرونهم بالذل. وبعدها كرت السبحة مشاريع إنسانية كان المسيح قد أمر بها عندما قال: كل ما فعلتموه لأحد إخوتي هؤلاء الصغار فلي قد فعلتموه، وأحبب قريبك حبك لنفسك. كل هذه التوصيات عمل بها الأب مجدي حرفيا، فزرع السعادة حيثما وجد، فكانت سناك وكافي بونور دو سيال، بيت الموسيقى الجديدة، بيت صوفي للأحداث في الكفور، بونور دو سيال تاكسي، بيت لذوي الحاجات الخاصة، قرية بشارة مريم بمساحة 10,000 متر مربع في قرية الزعيتري، بونور دو سيال تشيكن في النبعة، مشروع في دار بعشتار للذين يخرجون من السجن ولا يملكون مساكن للإقامة، ديليفري الذي يوصل الطعام مجانا في بيروت للعجزة، بيت للأمراض النفسية، بيت للإعاقة الجسدية،
قرية الإنسان لمعالجة المدمنين بالصلاة، بيت لمن يتعاطون القمار والميسر والكحول، مبنى كامل للرياضات الروحية في قرية الإنسان في المعيصري، مقر للرياضات الروحية في رعشين، قرية مريم للمدمنات البنات في غسطة، طابق كامل في قرية مريم للبنات المكتئبات، مأوى عجزة للمرأة في قرية مريم، زيارة السجون، مركز الأب الرحوم لحاملي فيروس السيدة، بيت مرتا للأمهات العازبات، بيت السامري الصالح للأمهات المعنفات مع أولادهن، نادي نور السماء للمسنين، نادي مجد السماء لذوي الحاجات الخاصة، سوق الأربعة بنص الجمعة، مصرف سعادة السماء، بيت الله محبة برج حمود، مركز الاستقبال والتوجيه في مبنى مار يوسف الطابق 12، Jesus is my Lord للأشخاص الذين لديهم انحرافات والذين كانوا سجناء فيؤمن لهم الوظائف والمرافعات القانونية مجانا. لقد أحب الله الإنسان ومن أجله تجسد، فشفى وأقام الموتى وأطعم الجياع وضمد جراح منكسري القلوب، ولأجل الإنسان يجب أن نعمل والإنسان يجب أن نحب. هذا ما يجسده هذا المعطي المجاني رجل المسيح، دون منة ودون تعب ولا كلام. يعني أبونا مجدي، الحاجة بتولد دايما، هي تولد المشروع، ده مشروع يخدم مشروع وبدون شروط. يعني بلاحظ لو اتصلوا فيك بال24 ساعة أي ساعة أنت حاضر، ما في شروط. قديش مهم العطاء بدون شروط، بدون هيك بمجانية. يسوع عطاني حياتي وعطانيها بوفرة بدون شرط. أنا وبيني، أنا ابنه، ما أنا السفير تبعه. بعد الأيام صرت سفير السماء، سفير المسيح. كيف بدي يكون سفير؟ أنا ماني أنصل ولا موظف بالسفارة. قال لي أنت سفير. فهل يا ترى أنا أكون هالسفير اليوم اللي بدي أعطي فيزا لكل العالم، اللي بدي أسمع لكل العالم، ما بدي أحط شروط؟ من هون ما فيني. أنا كنت أنا وصغير جعت، أنا وصغير كنت بحب، كنت حابب أكون بمدرسة غير مدرسة، أنا وصغير كنت حابب أكون ببيوس يخدمني على المدرسة، أنا وصغير كنت حابب أعمل أكتيفيتي موسيقى أو رسم، أنا وصغير كنت حابب ألعب على البسكليت، أنا وصغير كل هول الأشياء اللي ما شفتهم. اليوم ممنوع بشوف ولد أو عائلة أو ناس هني بحاجة لإنهم. لا فينا نعمل شيء، قادرين نعمل شيء صدقوني. لاحظت أبونا إنه يمكن بعد في كتير كمان مشاريع على الطريق، بس لاحظت بهذا الروبورتاج إنه عندك الابتداء هيدا الـ طبعاً اللي عم بيتأهلوا ليكونوا رهبان وراهبات مبتدئين، عندك من كل الأجناس، من كل الطوائف، من كل، عندك أولاد، عندك كبار، عندك صغار، كلهم هيك عم يلتفوا حول أعمالك. قديش مهم اليوم إنه كمان الكنيسة تكون إلى جانبك. يعني بشكر الله الكنيسة اليوم بكل طوائفها عطتنا البركة، وبكل طوائفها في دعم، إن كان يعني من كل البطاركي ومن كل الأساقف ومن كل الرهبين والرهبانيات. اليوم بطلنا، وخاصة قداسة البابا يعني اللي وجه لك بيوبيل الرحمة خصوصا. نعم. يعني أنا بدي لك يعني بشكر الله الكنيسة حاضرة وبكل بكل قوتها. يعني حتى سيدنا البطرك راعي بآخر زيارة له مش بس بركة وصلاة، حتى المقتدى المادي قالنا أعلنا على التلفزيون أنه شو بدأ جمعية ساعة سما، نحن حدا. لأن هو بيقول يومتها قال جمعية ساعة سما هالسامر الصالح اليوم المزبوطة، اليوم هالسامر الصالح هو رفاقكم قال كان مطران. نعم. مع يعني البدايات، مع البدايات تبعنا. نعم أبونا، أكيد بتشوفوا كل المقاسي، مقاسي الشباب، العائلات، الأولاد، الفقر، الغنى، اللبناني، الأجنبي، ما متميزوا إطلاقاً. قديش عندكم قدرة استيعاب؟ كيف بتتواصل؟ الناس بتتواصل معكم كيف؟ نحن بقول لهم دايماً، مش أنا اللي بحط الميزانية ولا أنا بحط المشاريع، يسوع بحط المشاريع. نحن جمعية الوحيدة ما بنحط ميزانية 2016 ولا مشاريع 2016. نحن بالميلاد بعمل رياضة سانتا، بحط ورقتين أكار، واحدة بكتب عليها ميزانية 2016 وتحت شكرا بكتبها فاضية ليسوع، ومشاريع 2016 وتحت منها شكرا بكتبها ليسوع حتى هو المشاريع. لأنه أنا عندي ثقة مطلقة وعمية مار يوسف إنه هو بده يدبر، هو بوقتها. يعني إعجوبة ورا إعجوبة عم بتصير معنا، إعجوبة ورا إعجوبة. يعني نحن كان عندنا، خبرنا شوي يعني هيك معاناة الناس. نحن يعني بناخذ معاناة الناس بالكهرباء، بالمي، بالتليفون، بحقوق الناس، بس أنت عم بتمس حياة الإنسان من جوا يعني حتى يقدر يعيش بكرامة. يعني بدي أقول لك شغلي، أنا اليوم
ساعة بلشنا بالسوبر ماركت، لأن كنا من زمان نعرف إنه يعني نعطيهم كرتوني رز وعدس وفاصوليا. طيب هذا الولد طلع عباله شي مره فواكه، طلع عباله مره شي خس بندوره خيار، طلع شوكولاته، طلع شوكولاته، طلع غير انه بس نعطيه هيك. جينا قلنا بدنا نعمل سوبر ماركت، فكرنا بالسوبر ماركت، قلنا كمان رح يرجعوا يقفوا بالصف، رح يرجعوا ينزلوا، رح يرجع اعطيه انا على ذوقي مثل ما انا بدي. قلنا ليش ما نفكر يكون عندنا مصرف، سميناه مصرف ساعة السما، مش مصرف جمعيه ساعة، مصرف ساعة السما. بيجوا من الاثنين الجمعه بيسجلوا بيعطونا اخراج ايد بدون ما تروح على السونسيسير تتاكد من بيوتهم اذا هن بحاجه او مش بحاجه. ما بدي لانه يمكن انا كان وضعي مرتاح وكان عندي شقه وكان عندي سياره وكان عندي ذهب وكان عندي لابتوب، وفجاه مرضت ما العلاج بلبنان اغلى من سويسرا. فبيبيع الفوق وتحت الشخص، فكل من هيك ما ببعت السونسيسير على بيوتهم، بالعكس بتخليها معهم تصفقهم بقلب مراكزنا. فجينا وعملنا دراسه انه بنعطيه مصاري او شيء، صوره عن مصاري بيجي او شيء ابنه بصيفوت معه على البيت، او شيء ابنه عم يشوف انه بيفت على البنك، يعني بي عم يجيب مصاري. بس ابنه يروح معه على السوبر ماركت، يعني بي الولد عم بينقي، بي عم يشتري لي كرامه البي، صوره مشوهه عن البي الفقير، الولد صوره بيه مشوهه صارت عنده، بدي رمي هالصوره بقى انا. فبيجي بيقول له ابنه انا بدي بطيخ، بدي كاستنا، بدي فول، بدي حليب، البي بيشتري له، ايه يلا جيب يلا جيب. وبنعطيهم عدد العائله مش ما ناخذ كميه كبيره تكون غيره عم يستفيد، اثنين يمكن ما يكون عنده كهرباء او موتير بالبيت لحتى او براد بينتزع الاكل، ياخذ قد حيجته كل اسبوع رح يجي ياخذ. فهيدي الفكره عملناها، بلشنا بالسوق الاربعاء بنص الجمعه، ورجعنا لقينا كل سنه عيد الميلاد بالفورم دي بيروت بنعمل 5000 ولد بيجي بيقول له البيو بدي منقوش، بكون عطيه مصاري لبيو، بدي عصير، بدي بيبسي، بدي شوكولا، بدي احضر المسرحيه، بدي احضر ريستال. بيو ايه تفضل، عم بيشتري له، عم بيشتري له البي. بعد شوي بيقول له انا بدي اشتري هذا البلطون، هالصباط، هالهديه اللي حطها تحت الشجره. ما في حدا منا لليوم انا وبعدني هلا بحب انا عيد الميلاد انا اتيابي، انا بحب نقي صباطي. وحتى اشحي الولد يعني انه صغير، انا بتذكر انا صغير يعني، فكل ما هيك مثلا سنه باك تو سكول عملناها 5627 ولد اجوا نقوا لاول مره التروس تبعهم، الجورت تبعهم، الشنطه تبعهم، الاقلام، كل شيء شفناها، شفنا يعني بالروبورتاج يعني، يعني عمل يعني يعني اليوم انا عم بطلع انا هول الاشياء اللي كنت حلم. مثلا بالمخيم الصيفي اللي عملته 220 ولد كان بيعمل بالمخيم، من السجن، من اولاد الطرقات، من البنات المعنفات، من الاولاد اللي بيشتغلوا بالاشياء مش منيحه، كانوا اكثريتهم هالولاد. واحد منهم كان محبوس لانه اخذ بسكليت، كان سيري بسكليت بحياته ما ركبوا بسكليت، استاجرنا من المحلات بسكليتات يلعبوا على البسكليتات، وقعوا كله سوا وجرحوا كله سوا، بس انبسطوا انه طلعوا على بسكليت، طلعوا على بسكليت. ابونا عنا فاصل ومنتابع معك. منكمل الحل عنا مع الاب مجدي علاوي، وقديش عنده حلول الاب مجدي، لانه حلوله بسيطه، لانه بلا شروط. أبونا طبعاً قديش بتشوف عائلات لبنانية بالفعل هي بالعوز، يعني غير ما بينقال إنه لا في عنا حالات بالعوز. بك لا بدي روح لبعيد، من عمر وقت ما خلقت العمر 14 سنة ولا مرة قدرت عائلتي تاخدني على مطعم. من هيك اليوم عندك كم مطاعم؟ كم في عنا عائلة لبنانية ما بيقدروا عيونهم ياخدوا على مطعم؟ حد الأدنى شو بيقدر يدفع له أجر البيت؟ أجر كهرباء مرتين، أجر تليفون مرتين، والباقي شو بيعمل؟ إذا في دواء بالبيت شو بيعمل؟ إذا عنده ولد عنده ذوي حاجات خاصة أو عنده سخونة بقلب بيته. ما نضحك على حالنا. الحالات كثير، يعني حالة أنطوانيت بنت الخمس سنين، نعم. يعني هيدي حالة من الحالات يعني، خبرنا نعم. عنها شوي. يعني أنطوانيت بيجي 45 دقيقة ماشي على المطعم، بس هي الساعة 12 خلص ما فيها تنطر، لا ما بكون عندها ترويقة بالبيت. تيجي بس تاكل اول مره تفاجأت فيها، اكلت اول صحن ثاني صحن، منك انطوانيت منك صغيره هالقد وين بيروحوا؟ جيت اكلت ثالث صحن، قلت لي ابونا انا بالليل ما عندنا اكل ولا عندنا ترويقه، نحن بس ناكل هالوقعه، اذا انا ما اكلت يعني ما بقدر نام. وانت بتفتح المطعم بس سبت واحد بتسكر بتخليني ارجع اروح على الطريق من الزباله، تاكل من الزباله. فرجعنا قررنا انه سبت واحد نفتح محل فريج لانه تكونوا عم ياخذوا فريج على بيوتهم. وين؟ بالنبعة ما هيك ابونا؟ برش بين حدود النبعة وبرج حمود. بيجوا الناس هيك اللي مش قادرين ياكلوا بياخذوا فروج وبيمشوا. بياخذوا فروج مشوي وبياخذوا، اما المطعم اللي هو 250 شخص اليوم بيستقبل برج حمود. نحن هلا بسبعة نيسان عندنا افتتاح فرع الثاني لمطعم سعد السما بطرابلس برعاية وحضور سعد المحافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرة، يعني ومشكور لانه هو عم بيسهل كل شيء. يعني فراح يكون بسبعة نيسان بيرجع المطعم الثاني الفرع الثالث اذا الله راد رح نحط بوسطه ب 13 نيسان بعين الرمانه اطلاق محل بوسطه الحرب، بوسطه اللقمه اللي ناكل فيها مسلم ومسيحي لبناني واجنبي، لانه نحن اولاد الحضاره مش اولاد الحرب ابدا. ابونا طبعا اضافه لهالمطاعم هول المدمنين لهم حصه كثير كبيره بعملك،
وحتى اندماجهم بالمجتمع كمان عم بعب تساعد. خبرنا شوي عنهم كيف عم يرجعوا، يعني ما حدا المجتمع بيرفضهم لا بيوظفهم مكتومي الايديا اللي بيجوا لعندك اللي كمان لا عندهم هويه ولا عندهم. خبرنا شوي يسوع عمين زهر اليوم اول بنهار قيامته عمين زهر مريم المجدليه اللي كان فيها سبع شياطين مزبوطه او لا؟ صحيح. فانا بدي اسال هذا المدمن اللي تاب وقرر يتغير ولد من جديد مني انا؟ يسوع اللي ترك 99 خروف حتى عشان خروف ضايع، بالنسبه لي المدمن هو خروف ضايع. ولا حدا بحب يكون مدمن بحياته، ولا حدا بيخلق مدمن. ولا حدا، حتى المدمن ما بيتمنى عدوه ياخذ هالماده، لانه صدقيني اخطر واجوى سم موجود بالعالم. يعني هو بطل، هو بطل يعرف حاله شو عم بيعمل، ساعد بده هالماده وبيخرم، هو بطل الانسان بصير عبد لهالماده. حتى القضاء عم بيحول لك حالات. نعم هيك ابونا؟ نعم القضاء اليوم اسهل، بس بعد في مطارح في مشكلنا اصابينا مثل بعض بعد ما طلع ما فيش رحمه لانه حسب التحقيق الاولي لانه ياخذ حسب التحقيق الاولي حسب كمان الضرب والضغط والاشياء النفسيه ما عليه يعني فبتخلص حاله بقول اشياء كثير للشخص اللي هنيك. بس انا بدي اقول لك هن بيصالوا قبل منا، هن بيصالوا على السماء قبل منا، لانه هن حملوا عملوا مطارهم على الارض. وهن كانوا عم بفتشوا على حدا يحمل صليب معهم مثل سمعان الكيرواني ما لقيوا، كل عم يصلبوا كل عم يجلوا كل عم يدللوا. طب كيف عم يتواصلوا معك ابونا حتى يرجع تدمجهم؟ يعني في ناس عم بتخصصهم عم تعطيهم مهنه عم تعطيهم صنعه بايدهم عم بتوظفهم بمشاريعك. يعني نحن بجمعيه ساعه السماء نحن العلاج تبعنا انك تؤمن بالله كريستو ثيرابي، انك تؤمن بيسوع المسيح انت بتشفى. فالمسلم انك تؤمن بالله والمسيح انك تؤمن بالله. ولا مره المسلم بيقول له صلي صلاتك والمسيح بيقول له صلي صلاتك. نحن بنشتغل معهم كانسان وبنحبهم كانسان، ما بنطلع على الاشياء اللي عملوها، بنشتغل على الاسباب والجروحات اللي عملوها، بنعالجهم خلال المسرح، خلال الموسيقى، خلال الشغل بالارض، خلال الزرع، من خلال الرياضه يوميه في عندهم ساعه رياضه. هلا شو من عم بذات وقت في عندهم مدارس مهنيه، عندهم كهرباء داخليه، عندهم مثل شو اسمه الفندقيه، عندهم موسيقى، وبذات الوقت عندهم تصوير، وعندهم شغله ثالثه اللي هي بالصيف بنعملهم مثل نجاريه وبنعملهم بذات الوقت دورات انقاذ بحري. فبهول الاشياء بالدولات بياخذوا شهادات وبيتوظفوا فيها. في اشخاص طلعت لبريت لبنان توظفت ببريت لبنان وماشي حالهم نشكر الله. وللاسف بسال انا مش هن مش اجانب، هن لبنانيه وكله لبنانيه ومعهم تذاكر لبنانيه. بلبنان ما بنعطيهم فرصه تيتنظف سجنهم، بس ببلد برا بدون سجنهم عم بيتوظفوا وماشي حالهم ببلد برا. اليوم بقول لهم ايه في ثغره لازم تتغير بقى. ابونا الختيارية لهم حصة كمان، يعني عيادتني بشكرك بعيد القديسة رفقة بجرفتها وهيك أثرت فيه لما خبرتني بتطلع اثنين بولمن كل سنة ما بيعرفوا بلدهم، ما بيعرفوا مراكزنا الدينية. يعني كل أخذ سالي ست أشهر تقريبا كل تنين عم بياخذ جروبات مش رايحين على القديسة رفقة بعد. بنقضي نهار بالقديسة رفقة بنقضي نحن وياهم قديسنا عم نطلع ونرجع نتغدى نحن وياهم بقرنعون فيليج. كل تنين بناخذ من مناطق لبنانيه ناس ما قدرت تروح لظروف، لانه اليوم تدفع 10 دولار علي وعلى ابنه وعلى بنته وعلى خيه بالبوسطه تيجوا بالبوسطه بالرحله ما بيقدروا. فبقول لك ب 10 دولار بناكل فيها ببيتنا، ندفع فيها كهرباء افضل، ندفع فيها اشتراك. قديش ابونا بهالليالي بتركض ورا ناس مستوتين انت على الطرقات، انت تحت الجسوره جوعانين مريضين؟ امبارح كنت بطرابلس بالليل. يعني بدي اقول لك شغله، نحن بس نسمع تليفون اخر فتره، من فتره اربع خمس اشهر صار في عدد كثير ناس نايمه على الطرقات. اجينا تليفون مصير بالاحمر انه في ختيار ما حدا عم ياخذه ولا اي مؤسسه، انه يحطوه بالمستشفى تناخذوه. بس يدق لنا حدا ثاني انه خذوه على الاوتيل نايموا بالاوتيل، بنايموا على حساب جمعيتنا بالاوتيل، لقينا انه هالشيء عم بكلف كثير وهذا الشيء مش مطرحه هونيك. هلا نحن عم نجهز بيت ببرج حمود، هذا البيت ترانسفير، بيجي هالشخص بنجيبه بالليل بنعرف فيه بننيمه هذا البيت بنحممه بنغسله بننظفه ونرجع تاني نهار بنحوله على مركزنا، بنشوف اذا مدمن تنحوله على مركز المدمنين، اذا ختيار تنحوله على مركز الختيارية، اذا شاب تنحوله على مطرح للشبيبه. يعني عندنا بيت، لانه عندنا بيت للاشخاص. يعني بتعرفي اليوم الدوله سكرت اتحاد حمايه الابال بالفنار صاروا برومي، نحن فتحنا بيت لانه بالكفوف للاحداث من عمر 15 سنه 18 سنه القضاء بحولنا اياهم لهونيك. وعندك اماكن ابونا؟ يسوع رح يضل يدبر. مش انا مش صاحب الاماكن ولا انا بامن الصرف ولا انا بامن الاكل ولا شيء. انا بقول لهم هل ما انت بتامن بيقف كل شيء. صارت حادثه معنا يعني من فتره، كان عند الناطور بالبنيه بكره الانسان بحطوا لي الفطير اللي بدهم اياها ديون علي، نزلوا معي على القداس وحطوا على المذبح. وبهالقداس كان في شخص موجود اجى قال لي ابونا حابب اعمل لكم تشيك. عمل التشيك قلت له ان شاء الله يكون قد المكتوب اللي عندي الفاتوره هون. بعد ما خلصت التشيك فتح قلت له افتحه انت، فتح طلع قده.
ابنا بيعرف يعني في حينه من فتره كمان كان بدي ادفع اجار مطعم وبعثوا لي الاوراق تقمضيهم بالتليفونيات 7:30 الصبح بالليل قالوا لي بكره بتمضي 7:30 الصبح الاوراق ونحن الظهر بنجي ناخذها بس ما تنسى تجيب لي تشيك وتركت الواتساب معي مسجل حتى اذكر العالم فيه صارت الساعه 11 بالليل وما امنتش حق المبلغ يعني ب 6000 دولار ف بدي اقول لي حنا 11 الا ربع وبقول لي بالليل بقول لي ابونا انا من 3 اشهر قايم لغرض وحب بساعدك فيه بس من 3 اشهر مش عم تزبط معي قلت له فيك تجي هلا قال لي انا بالاشرفية قلت له انا بفرح بيه بدي قيني قال لي هلا قلت له ايه لا بحاجه له فاجا خبرته قال لي طيب ابونا لو انا ما جيت شو كنت عم تقول انا يسوح لي حق من غيرك لان بكره في كونترا لازم امضي راح يامن حقها يعني ولا مره بفكر انا ما بحضر ما بحط مثل غيري ميزانيه بقول هالقد فيني استوعب هالقد فيني ما فيني اقول لا ما في حدود ما في حدود ما في حدود. اقول لا ابونا من هيك نحن يعني مرقنا باول قسم من الحلقه على الفيسبوك يقدروا يتواصلوا معك وبعرف للمرض عندهم في فيسبوك للمدمنين فيسبوك رح نرجع نمرقهم مره ثانيه وعم يقطعوا bonheurduciel.com حتى كمان يتواصلوا معك وحتى عم نحط رقم الهاتف 01-256-256 واكيد ابونا اليوم لمين بتتوجه مع هالمعاناه بتتوجه للعائله للدوله للكنيسه لمين بتتوجه اليوم اليوم بدي اقول كلنا مسؤولين لبنان لنا كلنا سوا العالم كله للإنسان هو أهم شيء ما بقى نعتبره لا رقم ولا ملف ولا قضية خليني نشوف الله قد ما حب خلق كل شيء وحب الإنسان فوق كل شيء قال له أنت أغلى على قلبي متير السماء من ذنبة الحالة أنت نقطة ضعف يا إنسان خليني نحب هالإنسان مثل ما الله حبه ما نطلع بعيوبه ما نطلع بغلطه الإنسان في شيء حلو أكيد فينا أنا في شيء بشع في شيء حلو بس خليني أطلع بالأشياء الحلوة يبقى بهالإنسان خليني نشوف على اللي ما بقول كباية المليانة الكبير نصها بهذا الإنسان إذا بعرف حب محبي مزبوطة يا بنتي أنا ما بخاف المحبة بتلغي الخوف بتنفي الخوف ساعد بعرف حب مزبوط بطل شوف فيك شيء بشع شوف فيك كل شيء حلو سألت مرة بافتتاح مطعم أبونا شو عجب شو الأشياء اللي مش عجبتك أو كذا قلت له سألته الشخص الغلط لأن بعرف حب ما بقى شوف شيء بشع كل شيء حلو ما في شيء الحلو بقول لك الإنسان خلينا نشوف بخينا الإنسان الحلو وخلينا نحن وياكم نطلب من ربنا هلا يجي مش يدحرج عن قلبنا الحجر يدحرج عن قلبنا هالجبل اللي حاملينه جبل الحقد والكره والأنانية والكبرياء جبل نلغي بعضنا خلينا نكون خدام لبعض خلينا نسامح بعض هيدا هي المسيحية وخصوصا انه عملكم ابونا هو عمل انساني محض ما بيفرق لا بين دين ولا بين طائفه ولا بين لون ولا بشره يعني للنازحين حصه لكل محتاج حصه الانسان شو ما قالوا لا الجوع بيعرف لا مسلم ولا مسيحي صحيح. ولا الجوع بيعرف لا اجنبي ولا لبناني على كل حال نحن ابونا بنشد على ايدك اكيد وانا كثير المشاهدين اليوم انا كثير مسروره انه كمان اغنيتني اغنيتني كثير واكيد اغنيت المشاهدين ونحن كلنا طبعا بخدمه الاخر انه هذا البرنامج اذا بيتعاطى مع قضايا الناس اليوميه الحياتيه انتم عم تتعاطوا مع الانسان المتالم نحن بنشد على ايدك وبتعتبر هذا البرنامج برنامجك شو بنقدر نتعاون نحن وياك لخدمه الناس نحن حاضرين واهلا وسهلا فيك دائما شكرا ربيكا شكرا للام تي في ويعطيكم الف عافيه والمسيح قام حقا قام المسيح قام حقا قام إذا عنا وجهة واحدة هي وجهة بونور دو سيال أو سعادة السماء يلي هالسعادة بتبلش من الإنسان عن الأرض وأكيد كلنا قادرين يكون إلنا بصمة فيها أنا بعطيكم موعد بكرة دايما مع الحل عنا ام تي في إلى اللقاء شكرا لك أبونا ولكل العاملين معك لكل المتطوعين يلي وأنا هيك كل يوم 3 الصبح بتغنج العذراء وبتشكرها ونحن بنقول لك شكرا لحضورك معنا اليوم شكرا